خالد السعود الوضع كل ما يصير أصعب للفتح. الله يهديها على خير. والله وش أقول، ولكن أزمة وتعدي إن شاء الله. لا شك أنها صعبة جدا وبدأت تصعب أكثر، ولكن إن شاء الله الخيرة بما اختاره الله سبحانه وتعالى، ولعلها بإذن الله رسالة. أتمنى بإذن الله أن أعضاء الفريق أو اللاعبين المشاركين بكرة يكون لديهم ما يقدمونه، على الأقل هدية لزملائهم اللي يعني الظروف أجبرتهم على الغياب، وهي ظروف حقيقة يعني لا حول لنا ولا قوة فيها، ولكن إن شاء الله بإذن الله أنه نتيجة بكرة تكون إيجابية وتكون على الأقل مرضية. خليني أفرض أنه فرضنا جدلا أنه الفتح بكرة فاز على الهلال بكل الظروف الموجودة، خالد السعود إيش راح يكون وضع مدرب الهلال؟ أعتقد أسوأ موقف ممكن يمر فيه، مو تقليلا من وضع الفتح ولكن او اسم الفتح، ولكن الظروف مبادره حتى لو لاعبين مو باساسيين لا شك انها بتكون مؤثره جدا من الناحيه النفسيه. الامور النفسيه لا شك انها يعني احد العوامل اللي تلعب عليها اصلا مباريات. وضعك الفني شيء، وضعك النفسي شيء، وضعك الداري. المنظومه بشكل عام مبادر هي منظومه تتكون من عده امور. لا شك انها بتكون، انا لو فاز الفتح بكرة إن شاء الله، لو فاز في ظل هالظروف أعتقد أنها يمكن بداية حجز مبدئي للجارديم. نعم مبكر جدا، ولكن ما في عذر ممكن يقدمه جارديم للهلاليين أبدا. طيب بكرة محمد الدهش عندنا مواجهة كبيرة بين الفيحاء وأبها ومباراة ضمك والباطن، كيف شايف المباراتين؟ شوفوا بدر، هالمباريات هذه تشوف انها مباراة الست نقاط. جميع الفرق هذه بالرغم من الفيحاء في المرتبة السادسة، لكن الفيحاء عنده 19 نقطة، أبها عنده 14 نقطة. في حال فوز لا سمح الله، حال فوز أبها راح يكون قريب. مش هالنقاد اللي مو محايدين ذا يا أخي، والله مشكلة. تفضل، واحد كان مدير الفتح، واحد كان مدير الفيحاء، والله مشكلة. واحد كان مدير مركز اعلامي في الاهلي. انا المحايد الوحيد الحمد لله. امون على الدكتور احمد الحديثي، امسيه بالخير. ان شاء الله نشوف مباراه يعني حلوه بكره. شوفوا بدر، مباراه الفرق اللي دائما تكون تنافس على الهبوط تكون مباراه شيقه جدا، مباراه فيها ست نقاط وليس ثلاث نقاط. شوف الضمك خسر من الشباب بنتيجه قاسيه 5، مباراه في الدوري اخر مباراه في الدوري تسجل عليه 5، فيه مشاكل في الدفاع بالرغم من المستويات اللي يقدمها. صحيح احنا شفنا توقيعهم مع تجديدهم مع المدرب لمدة سنة ونص، هذا استقرار جدا جميل. الباطن قاعد يقدم مستويات نوعا ما جيدة في آخر مباريات، انتصر وتأهل على الحزم في آخر دقيقة من المباراة الأخيرة، انتصر على الأهلي في الدوري، يعني قدم مباريات نوعا ما جيدة. أتوقع مباراة صعبة على الفريقين، ولكن أتوقع أن ضمك أقرب للمباراة. بخصوص مباراة أبها والفيحة، الفيحة وأبها قبل 4 مباريات، قبل 4 أيام حقق الفيحة نتيجة كبيرة عليه 4-0. أتمنى من نادي الفيحة عدم النظر لهذه النتيجة. مباراة الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري، مباراة الدوري كان أبها ناقص بعض اللاعبين، كذلك نادي الفيحة ناقص بعض اللاعبين. مباراة صعبة على الفريقين، الجميع قاعد يبحث عن الثلاث نقاط، مباراة صعبة. أتوقع أن إن شاء الله أتوقع وأتمنى أن يحقق الفيحة الثلاث نقاط ويوسع الفارق بينه وبين الفرق اللي في المتوسط، تدخل في خانة العشرينات قبل نهاية الدوري، شيء جميل جدا لفريق لسه صاعد. الفيحة قاعد يقدم مستويات جدا مميزة هذه السنة، لم يخسر على ملعبه، إن شاء الله يكمل ذلك بكرة. والفائز راح نقول له مبروك طبعا، والخاسر بقول له هارد لك. بخصوص ابو بدر الفتح والهلال تسمح لي، اتمنى طبعا الشفاء العاجل لجميع لاعبين الفتح. الموضوع كل ما لو يزيد في نادي الفتح. الفتح مو بس عنده مباراه الهلال هذه الجوله، عنده مباريات الجولات القادمه صعب على الفريقين. الهلال صحيح انه قاعد يقدم مستويات نوعا ما غير مرضيه لمحبينه، غير مرضيه لعاشقينه، مستويات بالذات مستويات اللاعبين الاجانب في تذبذب في المستوى، لكن انا اشوف على الوضع اللي حاصل الان الهلال اقرب لتحقيق المباراه، تحقيق نتيجه المباراه. المباراه في الرياض، الهلال قادم المباراه الماضيه في الكاس فاز على الرائد بنتيجه ايجابيه بالرغم من خسارته في الدوري، ولكن اخر مباراه له قدم مستوى نوعا ما، مو ذاك المستوى الكبير جدا، ولكن نوعا ما قدم مستويات مباراة حلوة.
الفتح يعاني بالرغم انه يقول والله لا البديل الجاهز ولا البديل مو الجاهز. انت تخيل يا ابو بدر انت قاعد في مع فريق كل شوي داقين عليك تعال عندك عينه عندك مسحه، في عدم استقرار في الفريق، في عدم شويه في ربكه بتكون اكيد في الفريق. بكره بنشوف مباراه، انا اتوقع ان الهلال راح يفوز على الفتح وبنتيجه كبيره ما راح تقل عن 3.